بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم المتواصل على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم يا السادة المشاهدين الكرام من هنا من أرض فدك الصغرى ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج هواجس فكرية يسعدنا كما في الحلقه الماضيه ان يكون معنا سماحه الشيخ ياسر الحبيب للاجابه على اسئلتنا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخنا الجليل. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الجليل الله عز وجل لماذا لا يتجلى للبشر بصوره مرئيه؟ هل تحكم الله قوانين كي لا يتمكن من الظهور لنا بصوره مرئيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله عز وجل خالق القوانين لذا لا تحكمه اي منها وانما نحن المحكومون بهذه القوانين نحن محكومون بقانون انه لا يمكن لنا ان نحيط بالخالق تبارك وتعالى ورؤيتنا له هي نوع احاطه بل هذا خُلف كونه خالقا لأنه خالق الرؤية، خالق المرئيات، فكيف يمكن أن يتحجم هو أو يتحيز بهذه الرؤية بحيث أنه يمكن أن تقع عليه؟ لذا فإن الله عز وجل كونه فوق القانون ولا يحكمه قانون هو المقتضي لألا يرى وليس العكس العكس هو هو الذي يثبت انه يكون محكوما بقانون. اذا قلنا ان الله عز وجل يمكن ان يرى فحينئذ يكون محكوما بقانون المرئيات. طيب شيخنا لا يمكن لله عز وجل ان يغير هذه القوانين كي تكون صالحه لنا من اجل رؤيته؟ معنى ذلك انه بالنتيجه سيكون محكوما بقانون اخر. والمفترض ان الله عز وجل لا يكون محكوما بقانون قط لانه هذا نقص فيه هو فوق القانون. اكبر من القوانين. نحن المحكومون بالقوانين، لذا تمتنع علينا رؤيه الله تبارك وتعالى وليس العكس. النقص فينا لا فيه. طيب شيخنا لماذا الخالق عز وجل ليس على اتصال مباشر مع مخلوقاته؟ لماذا ليس هو على اتصال صوتي او مرئي او باي صوره اخرى او حتى بصوره غير مباشره عن طريق محسوسات اخرى من اجل ان يكون البشر كلهم قويمين و ذو سلوك جيد. اما ان نجيب على هذا السؤال او عن هذا السؤال بالعباره التسامحيه وإن واما ان نجيب بالعباره الدقيه. اما على العباره التسامحيه فنقول اننا لدينا اتصال مباشر مع الله عز وجل بنحو من الانحاء وهو عن طريق العقل. جاء في الروايات الشريفه ما مضمونه ان الرسول حجه ظاهره والعقل حجه باطنه فكما انني اتصل بالله عز وجل عن طريق الرسول او عن طريق النبي او عن طريق الامام ويعبر عن ذلك تسامحيا بانه اتصال غير مباشر فانني اتصل بالله عز وجل عن طريق عقلي كذلك فان العقل يستقل بادراك بعض الامور التي لا يكون وراءها إلا ما أودعه الله عز وجل في هذا العقل من معارف ومن قيم يمكن بها إدراك الأشياء، فهذا نوع اتصال مباشر لكنه على العبارة التسامحية، أن الله عز وجل أحيانا يبعث في الإنسان أفكارا معينة في عقله تجعله يتوصل إلى ما فيه الخير، إلى ما فيه صلاحه، هذا إذا نوع اتصال مباشر بالله تبارك وتعالى، هذا الشعور الداخلي، هذا الإحساس الذي ينتاب بعض الناس حين يفكرون بالخيارات في عالم الدنيا، وثم بعد إذن حين يسألون أو يسألون عن أنه لما اخترت هذا الخيار بالذات؟ يقول هنالك شيء ما هتف بي. داخليا، أشعر أن الله قد أرشدني لهذا، حركني لهذا. هذا نوع اتصال. هذا كله على العبارة التسامحية، أما إذا أردت العبارة الدقية فإنه ما من أحد لديه اتصال مباشر بالله عز وجل، لأنه حتى الأنبياء والمرسلين. إنما يتصلون بالله عز وجل عن طريق الوحي. واما ان يكون هذا الوحي عبر جبرائيل مثلا عليه السلام، فهذا اتصال غير مباشر واضح. هنالك واسطه وهي جبرائيل، واما ان يكون مباشره اي بدون او دون توسط جبرائيل. ولكن هذه المباشره دقيا هي عبر وسائط، الله يخلق وحيا، يخلق الهاما، يخلق صوتا مثلا يكلم به موسى عليه السلام مثلا. يخلق مناما مثلا يرشد به ابراهيم عليه السلام مثلا ونحو ذلك من من وسائط فهو مجرد الوحي هو نوع وسيط حتى جبرائيل عليه السلام لا يتصل بالله عز وجل بشكل مباشر عن طريق واسطه وهي الوحي مثلا هذا الوحي مخلوق الوحي ليس هو الله تبارك وتعالى فهو اذا مخلوق يتوسط ما بين الله عز وجل وبين سائر من ارسلهم فاذا لا احد لديه اتصال مباشر دقيا بمعنى الكلمه هنالك وسائط هي التي تصل الرسول او الحجه بالامام كما تصلنا نحن بالله تبارك وتعالى نعم مقدار او سعه هذا الاتصال غير المباشر عند النبي والامام اوسع مما لدينا وذلك بسبب ان قابلياتنا اقل او اضيق نطاقا الله تعالى حين يختار احدا يوحي اليه فذلك لان لهذا الموحى اليه قابليه تجعله قادرا على ان يستوعب الوحي الالهي اما نحن ليسنا لسنا كلنا على مثل هذه القابليه او مثل هذه الكفاءه الوحي ايضا مساله او امر ليس بالهين خاصه اذا كان عن غير وسيط من الملائكه نبينا الاعظم مثلا صلى الله عليه واله كما جاء في الروايات عن اهل البيت عليهم السلام اذا كان يوحى اليه عبر جبرائيل كان الامر بالنسبه اليه هينا لا يصيبه الاعياء مثلا اما اذا كان يتلقى النداء او الوحي من الله عز وجل مباشره من غير جبرائيل فانه كان يصيبه شيء من الاعياء بسبب ذلك تصطك اسنانه وترتعد فرائصه ويرجف واحيانا يعرق عرقا شديدا ونحو ذلك من امور التي كان يستشعر المسلمون من ورائها انه قد اتاه وحي لكن هذا الوحي وحي خاص هو عن غير طريق جبرائيل عن غير طريق الملائكة مباشرة الله عز وجل يتحدث إليه ومن خشيته صلى الله عليه وآله لله عز وجل حين إذا كانت تنتابه هذه الحالة إذا ما افترضنا أن هذا الأمر يقع بالنسبة إلى غيره قد يسبب هلاكه لأنه ليس الكل لديه قابلية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ولا كفاءته ثم إن الحكمة الإلهية اقتضت أن لا يجعل كل البشر أنبياء، يعني معنى أن يطال أن نطالب الله بأن بأن الكل يتصل بالله اتصالا مباشرا، معنى ذلك أننا جميعا أصبحنا أنبياء، وفي هذه الحالة معنى ذلك أننا جميعا أصبحنا معصومين، وفي هذه الحالة معنى ذلك أنه يبطل الاختيار. الله عز وجل أعطانا قيمة مهمة وهي قيمة الاختيار، خلقنا وجعلنا مختارين لا مقهورين على الطاعة. فهنا إذا جعلنا مختارين لا محالة سيختار بعض منا الكفر والعصيان، فكيف ينبأ في هذه الحالة؟ إن قلت لا، أريده حتى هذا الكافر والعاصي أن يسمع النداء مباشرة من الله عز وجل، فإذا معنى ذلك تجويز أن يكون لدينا نبي كافر أو عاصٍ. وهذا خلف وهذا خلف فالمساله اذا كلها بهذه الطريقه تصبح اعتباطيه. الصواب والحكمه ان الله عز وجل يختار من علم انه مطيع، انه مؤمن، يختار من هو مؤهل لكي يسمع النداء الالهي ويسمع الوحي الالهي، اما ان اردت دقيا فالكل ليس متصلا اتصالا مباشرا بالله عز وجل، وانما عبر وسائط مخلوقه و آه، غاية ما هنالك أنه سعة هذا الاتصال عند النبي والحجة أوسع مما لدى غيره طيب شيخنا الجليل آه، لماذا يكلم الله عز وجل عن طريق الوحي أنبيائه لماذا لا يكلمهم بصورة مباشرة أو يسمعهم بحيث يسمع الناس البقية أليس هذا هناك خدعة في الأمر ربما هذا الشخص المتنبئ أو النبي ربما يخطئ هؤلاء العوام بهذه الأمور ويقول نعم أوحى إلي الله بأن تفعلوا كذا وكذا وأن نفعل كذا وكذا هذا أيضا خلف لأنه إذا قلنا بأنه ينبغي أو لا بد من أن يسمع سائر البشر الوحي الإلهي لنبي من الأنبياء فمعنى ذلك أنهم صاروا أيضا بمثابة الأنبياء جميعا أصلا تبطل الحاجة هنا لوجود النبي لأنه ما يأتي النبي من نداء إنما أنا أسمعه أيضاً فصرت أنا أستطيع أن أتلقى الأوامر الإلهية مباشرة ولا حاجة لي في بالنبي هذا على الإطلاق وهذا أمر يعني خلاف الحكمة أصلاً الكل يصبح بمثابة الأنبياء في هذه الحالة هذا أولاً ثانياً أن تصديق الأنبياء لا يتوقف على مجرد اخباراتهم حتى يقال لعل في الامر خدعه. كلا ان الانبياء يصدقون من خلال معاجزهم ومن خلال اخباراتهم الغيبيه التي تطابق الواقع، يعني مثلا ياتي نبي من الانبياء ويقول لقومه غدا تخرجون معي وسنذهب الى البحر وهذا البحر سوف ينفلق الى قسمين وسوف نجتازه ولن يلحق بنا العدو. فرعون وجنوده ومن ثم حينما نجتاز وننجو سوف يأتي هؤلاء جيش العدو ويغرقوا في هذا البحر بهذا التفصيل بهذه الدقة ويتحقق ذلك بالدقة في اليوم التالي هذا الأمر يكون تصديقا للأنبياء لسنا بحاجة لكي نصدق الأنبياء يعني لا يتوقف تصديقنا للأنبياء على أن نسمع الوحي الإلهي لهم هذا خلاف الحكمة وإنما نصدقه من خلال معاجزهم وأخباراتهم الغيبية التي طابقت الواقع ولكن شيخنا جليل من يقول بأن هذه المعاجز التي وقع في زمن الأنبياء بأنها حقيقية لربما أساطير نسجها الناس فيما بعد هناك قصص مماثلة أو مشابهة في الأساطير البابلية والأشورية والفرعونية أيضا وجدت تماثل القصص الموجودة في القرآن والتوراة والإنجيل طيب شيخنا جل من الذي يقول بان هذه القصص بالفعل هي حقيقيه وموجوده؟ هذا يتكفل به علم التاريخ. علم التاريخ يتكفل بذلك في شيخ تنقيحه. شيخنا المؤرخون قد نقحوا في الالواح الطينيه للبابليين ووجدوا ايضا قصه مماثله لقصه نبي الله موسى مثلا امه وضعت احد احد الامهات وضعت ابنها في في مهد معين والقته في النهر وتربى وترعرع هذا الطفل وايضا هناك اساطير كثيره تقريبا مشابهه ايضا في القصص البابليه والاشوريه هناك قصه مثلا مماثله لقصه النبي نوح بان هناك انسان جمع مثلا مجموعه من الحيوانات لانه خشيه من الطوفان الذي عاده يقع في نهر الفرات والدجله فهناك اناس يقولون بان هذه ما ورد في الكتب السماويه هي عباره عن اساطير الاولين ليس الا شوفوا اولا لا يمتنع ان يكون هنالك شيء من التشابه في وقائع مختلفه وكل ذلك بامر الله تبارك وتعالى، ما المشكله ان يكون لدينا اكثر من طوفان، اكثر من ولد معجزه ان يكون كذا كل ذلك بامر الله عز وجل، هذا ان صح أنه مثل هذه الألواح وغيرها هو يعني دقيقة وأنها ترجع إلى الزمان الكذائي حسب يعني علوم الأحافير أو يعني هذه العلوم الخاصة بالآثار وما شاكل فأولا نحن نقول لا يمتنع أن يكون هنالك شيء من التشابه أما ما الذي يثبت أن هذه الواقعة التاريخية التي تنبأ بها نبي من الأنبياء أو حصلت لنبي من الأنبياء مثلا او لقوم من الاقوام هي واقعه حقيقيه وليست مكذوبه او مخترعه، ليست اسطوره او خرافه، هذا يتكفل به علم التاريخ. اذا اردنا ان نشكك في كل شيء نتمكن اذا استخدمنا التعسف ولم نرجع الى عقولنا ولم نكن متوازنين ومنصفين. هو بالفعل باب التشكيك في كل شيء يستطيع الانسان ان يشكك اذا تعسف لكن لا يمكننا ان نمضي بمثل هذا الاتجاه هكذا يعني نحن عندنا مثلا التواتر حجه وهذه حجه عقلانيه عقلائيه الكل يقبلها ان الخبر المتواتر الذي يتواتر الإخبار به من جمع متكثر من المخبرين بما يمتنع معه أن يتواطؤوا جميعا على الكذب، هذا تعريف التواتر، هذا حجة، حجة عند كل الأقوام، وإلا نحن نستطيع أن نشكك في ملايين الأشياء، وهذا لا يصح، ثم حتى إذا اردت يعني ان تدقق اكثر انك تجد ان هنالك من الاخبارات الغيبيه الواقعيه التي تحدث بها الانبياء في وقائع لا لا تشبهها وقائع اخرى عند اقوام اخرى لا عند البابليين ولا غيرهم ومع ذلك تحققت بالدقه. يعني مثلا في سيره نبينا صلى الله عليه واله، هذا امر مجمع عليه. يعني لا يخالف فيه اثنان. أن نبينا صلى الله عليه واله أخبر عن أمور تقع بعد استشهاده صلى الله عليه واله وقد وقعت بالدقة كما قال. مثلا عائشة ستذهب وستنبحها كلاب الحوأب. صحيح؟ منطقة اسمها الحوأب وفيها كلاب وسوف تنبحها هي بالذات. هذا وقع أم لم يقع؟ وقع باتفاق المؤرخين بهذه الدقة لا يمكن أن يكون ذلك رجما بالغيب أو تخرصا لا بد أن هذا النبي قال هذه الكلمة عن يقين لأنها جاءت مطابقة لما قال مئة بالمئة هذا معناه أنه متصل بالوحي أن ابني الحسين عليه السلام مثلا سيقتل في بقعة يقال لها كربلاء مثلا هذا لا يمكن ان يكون من قبيل التخمين لا يمكن هذا وراءه قوه اخباريه غيبيه ما داله على صدق هذا النبي الان اذا اراد احد ان يستعمل التعسف يضرب بكل هذه الاخبارات الغيبيه عرض الجدار لا كلام لنا مع المتعنت او المتعسف كما جاء عن امير المؤمنين عليه السلام ان ارضاء متعنت أو رضا المتعنت غاية لا تدرك لا يمكن لا واحد يستطيع أن يشكك في التاريخ كله أنا قبل فترة أصلا قرأت لأحد الدكاترة المسلمين يفترض أن يكونوا في البوسنة يعني قام الضجة حوله لأنه هو يقول أنا حسب أبحاثي دكتور أستاذ جامعة حسب أبحاثي أنه لا يوجد شيء اسمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لا لا يوجد لا نبي ولا نبوة ولا إسلام ولا رسالة إنما هذه فكرة اخترعها العرب لكي يغزو بها الأمم الأخرى ويعني لكي يوسعوا سلطانهم بهذه الطريقة فجاءوا واخترعوا شيء اسمه قرآن واخترعوا شخصية أسطورية اسمها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأنه هو رسول وكان له غزوات وكان له حروب وهذه أحاديثه وهذه تعاليمه وتعرض إلى كذا وفعل كذا يمكن لنا أن نقبل مثل هذه النظرية هذا هراء هذا يعني هذا واضح وإذا قلت هذا واحد معتوه مثلا لا قبل فترة شانل فور هنا في بريطانيا قامت ويعني بثت ديكومنتري يعني فيلما وثائقيا حول الاسلام والحضاره الاسلاميه وكان الفيلم يدور حول انه هنالك شكوك حقيقيه في اصل وجود شيء اسمه دين اسلامي والنبي الاكرم صلى الله عليه واله ولانه كل الحضارات لها دلائلها على في منطلقاتها يعني في بدايات تكونها الا هذه الحضاره مما يجعل الامر يعني اقرب لان يكون خيالا واسطوره هذا أيضا كلام لا يقبل يعني أو قائم على أسس منهجية خطأ يعني المنهجية البحثية لديهم خطأ أن يضاهي ما يسمى الحضارة الإسلامية والعربية بغيرها هذه غفلة الحضارة هذه الإسلامية العربية نشأت في مجتمع من الأميين من الجهلة لذلك من الطبيعة لا تجد هنالك مخطوطات وكتب ومنحوتات أحسنتم يعني كان مجتمع بيئة فقيرة صحراوية تماماً بخلاف الحضارات الاخرى، لذلك الحضارات الاخرى لها يعني اثارها ولها الادله على بدايات تكونها، الا هذه الحضاره لانه بالفعل هي حضاره الكلام كانت، يعني العرب كانوا امة الكلام والشعر وكذا، هذا كلام لفظي يروح يتبخر بالهواء. ماكو شيء يدون يعني ماكو شيء يوثق الا نادرا. فالمنهجيه اساسا غلط، لذلك اقول لا يصح اننا نعتمد على مثل يعني هذا التعسف للتشكيك في الأشياء من الواضح جدا مورن لس يعني كما يقال يعني إجمالا من الواضح أنه الأنبياء صلوات الله عليهم أخبروا ونقل عنهم نقلت عنهم هذه الإخبارات بالتواتر أخبروا عن أشياء غيبية وقعت بعد سنين متمادية من وفاتهم أو من ارتحالهم أو استشهادهم ووقعت بالدقة كما كانت، هذه على الأقل كافية في تصديقهم، ناهيك عن معاجزهم التي أيضا نقلت لنا بالتواتر، الآن البعض يذهب ويتعسف ويرى يحاول أن يربط يرى شيئا من التشابه بين هذا النبي وسيرته وبين مثلا أساطير أخرى لدى حضارات أخرى الجواب يكون قد يكون هنالك شيء من التشابه وانه قد تكررت هذه الخوارق للعادات بامر الله تبارك وتعالى لمصالح وحكم معينه اذا كان لدينا 124 الف نبي لما لا يتكرر يعني بينهم بعض من مثل هذه المعاجز او ربما هذه الحضارات وصلت لها هذه نفس الفكره بصوره أو من من وهم وهم, أحسنتم وهم اعادوا انتاجها بجديد بحسب ادبياتهم وحسب ثقافتهم او نحو ذلك علما أنه نحن في رواياتنا يعني هذا الشيء بالشيء يذكر نحن في رواياتنا ليس هنالك إطباق على أن عدد الأنبياء 124 ألف يعني هنالك روايات سمت أو عددت أنبياء أو ذكرت أرقاما لعدد الأنبياء أكبر من هذا بكثير وهذا ناقشناه مفصلا في يعني بحوث الكلام أو دروس الدروس الحوزوية في علم الكلام و اذا بعد كثرنا العدد من الطبيعي انه نجد شيئا من التشابه يعني والمضاهات بين ما وقع لهؤلاء الانبياء خاصه اذا ما قرنا ذلك مع بعض الاحاديث الشريفه عندنا التي تتحدث عن انه او التي يستفاد منها ان معاجز الانبياء وحوادثهم تتكرر يعني الى حد كبير ما بين الاقوام وكذا يعني حتى عندنا انه ما من معجزه اعطيت لنبي من الانبياء الا اعطي نبينا صلى الله عليه واله اعظم منها او مثلها يعني الى هذه الدرجه فلان اذا جاء شخص يعني المؤرخ اذا او الباحث اذا لم يلتفت الى هذه النكته ووجد أنه مثلا بعض ما وقع لنبينا صلى الله عليه وآله من معاجز أو خوارق العادات قد وقع مثله مثلا لموسى وعيسى وغيره يعني يروى كما يروى عن نبينا يروى عن أولئك واستنتج من وراء هذا أن القضية كانت عبارة عن أسطورة هذا خطأ يكون منهجيا خطأ بحثيا يصبح الأمر خطأ لأنه لا بد أن يلتفت إلى قاعدة أن هذه الأمور تتكرر من قبل الله تبارك وتعالى لأنبيائه شيخنا الجليل طيب لماذا حاجه الانسان ضروريه لمعرفه خالقه. لماذا هو بحاجه ماسه يعني كما تقول الاديان بان يكون الانسان عارفا بربه وخالقه، هناك الكثير من الأقوال البدائيه لربما تعيش في الغابات من غير المعرفه بالخلق وتعيش بسلام وامان من غير مشاكل، لماذا نحن ملزمون بمعرفه وجود الخالق؟ اولا هنالك مبدا يعني اخلاقي عقلي. يقول بانه شكر المنعم واجب في الجمله لماذا لانه اذا كان الانعام انعاما عظيما فلا بد من الشكر في هذه الحاله والا فان الامتناع عن الشكر يكون امرا قبيحا الله عز وجل انعم علينا باعظم نعمه وهي نعمه الحياه وشكر هذا المنعم أمر واجب، هذه من جهة. من جهة ثانية حتى إذا أعرضنا عن مسألة الثواب والعقاب، وأن الإعراض عن معرفة الله عز وجل فيه عقاب، ودفع العقاب أو الاحتياط لأجل دفع العقاب أيضاً واجب عقلاً. حتى ان اعرضنا كذلك عن مساله ان الاعتقاد بالله عز وجل يقوم سلوكياتنا وافعالنا وحياتنا بما يجعلنا نسعد اكثر ونرشد اكثر. اقول ان اعرضنا عن كل هذه الموجبات التي توجب علينا معرفه الله عز وجل فان هنالك امرا لعل الكثيرين غفلوا عنه يوجب علينا ان نفتش عن الاله وان نبحث عنه. انه ان نعرف قيمتنا لا يكون لدينا قيمه اذا لم نعرف الله عز وجل لان معنى ذلك يعني ما معنى ان ان اقول انه لا حاجه لمعرفه الله واصلا لا وجود لله عز وجل اصبح ملحدا تماما ما معنى ذلك معنى ذلك انني امنت حينئذ باعتقاد اخر هو انني مجرد خردة خردة في هذا الفضاء في هذا الكون لانه معنى ان لا نعتقد بوجود الاله وان ليس هنالك حياه اخرى سوى هذه الحياه قد اعدت لاستقبالنا ايضا معنى ذلك اننا كما يقول هؤلاء الملحدون نحن عباره عن طور من اطوار تشكل الماده وتطورها هذه الماده الكونيه ماده الوجود التي انفجرت ومن ثم تطورت وكونت المجرات والمجموعات الشمسيه والكواكب وكذا وكوكب من هذه الكواكب التي لا قيمه لها في هذا الكون السحيق يعني صارت له ظروف معينه تساعد على نشوء الحياه واحنا عباره عن طور من اطوار هذه الحياه التي نشات من الكيميائيات الاوليه وثم بعد ذلك إحنا راح نستهلك بطبيعة الحال والكون مرة أخرى يعود إلى نقطة الصفر إلى نقطة الانفجار من جديد هو يتمدد وينكمش يعني هكذا. شغلنا الآن تقولون بأنه الإنسان حينما لا يكون معتقدا بالله يكون لا قيمة له هناك كثيرين من الملحدين الآن متواجدين على مستوى علماء مليارديرين لهم قيمتهم الإنسانية في المجتمع. دعنا نفكك بين القيمة الإنسانية في المجتمع هذه التي سميتها والتي هي أساسا محل تأمل لأنه يمكن لنا أن نناقش في أنه هل هذه قيمة حقيقية مجرد قيمة وهمية مع ما قد يبدو على هؤلاء الملحدين أو المليارديرية من أنهم مثلا محترمون في هذه المجتمعات وأناس صلحاء ونحو ذلك أقول دعنا نفكك بين هذا أنا أتكلم عن القيمة الفردية للمرء على الأقل أنه يحترم ذاته أنا لا أحترم ذاتي إذا وجدت نفسي عبارة عن خردة أنا عبارة عن مادة قد تطورت وثم هذه المادة ستموت وترجع مرة أخرى إلى مادة أولية وهذا الكون كله سينكمش من جديد إلى نقطة الصفر وهكذا يتمدد وينكمش إلى ما لا نهاية وقد تنشأ حياة أخرى وقد لا ولكن تنشأ ولكن شيخنا هل تحترم نفسك لكونك تراب أما يقول القرآن بأنك مخلوق من تراب هذا موضوع آخر أنا مخلوق من تراب أصلي من تراب نعم من طين ولكن قد وهبني الله عز وجل الحياة القيمة هي هذه أن أستشعر في نفسي أنني حي وأن الله عز وجل قد أكرمني وأنه قد أعد لي حياة أبدية إما جنة وإما نار هنا انا احفظ وجودي او اعرف قيمتي احترم وجودي في هذه الحاله اذا آمنت بالله، اما اذا لم اؤمن بالله تبارك وتعالى فانني هنا لا لم اجد ذاتي مجرد خرده فضائيه هكذا مخلفات فضائية ربما نعتبر. هذه إيجاد الذات كما أنتم سميتموها لم تجد ذاتك هذه مشكلة أنت الشخصية لربما هذا الملحد قد وجد ذاته في الإلحاد وعدم الإيمان بالله فليناقش إن استطاع عدم الإيمان بالله إلى أين أوصلنا إلى أننا عبارة عن خردة عبارة عن مخلفات فضائية هذا هو الرقي هذا هو الاحترام للذات؟ ام الاحترام للذات في ان اعتقد باني انسان قد خلق وصمم بهذا التصميم، اعد الكون له لكي يعمره ويعمره، واعدت له ايضا حياه اخرى ابديه فيها ذلك النعيم وفيها وفيها تلك الكرامه. ايهما اعظم؟ اظن ان العقل واضح في التقييم هنا، يعني واضح انه في الميزان العقلي يصبح ان المرء يعتبر ان هنالك حياة اخرى وان هذا الكون قد اعد لهذا الانسان وان الانسان او الكائن الحي هذا انما بعثت فيه الحياة وصمم بهذا التصميم وهيئت له هذه الظروف وانه موعود بحياة اخرى هذا اكثر رقيا اكثر موافقه لوجدان الانسان لضمير الانسان لفطره الانسان لعقل الانسان وعلى كل حال انه يمثل مرحله متقدمه عن مجرد الاعتقاد باننا عباره عن مخلفات فضائيه ستندثر وقد لا تعود ابدا لانه العالم نشا من الصدفه والحياه تكونت عبر الصدفه بهذه الطريقة فربما تنشا مثل هذه الحياة وربما لا تنشا وما ادرانا انه هذا الجزء من الجزء من الجزء من المليون احتمال في حساب الاحتمالات الذي نشأت منه الحياة كما يقولون ما ادرانا انه سيتكرر مرة اخرى بعد الانكماش الكوني ومن ثم التمدد الكوني مرة اخرى هذا كلام واضح انه يعني يستنقص أقدارنا كثيرا وأنا شخصيا لا أستطيع أن أحترم ذاتي إذا وجدت أنني مجرد فضل من فضلات هذا الكون يعني ليس أكثر فلذلك أقول إننا نبحث عن الإله حتى نحترم وجودنا حتى ندرك قيمتنا الحقيقية وأعظم ما لدى الإنسان هذا الموهوب بالعقل اعظم ما لديه ان يكتشف ذاته وان يحترمها ليس وراء ذلك لذه اذا تاملت جيدا ليس وراء ذلك لذه اساسا الان هذا الكلام يمكن ان يشكل به على نفس الغربيين على نفس هؤلاء العلماء الملحدين انه ما قيمه ان تبحثوا انتم في اسباب تكون الكون يعني لم كل هذا الاجهاد في مساله يعني لم تجهدون انفسكم للبحث عن حقيقة الكون ولما وكيف تكون وما هي اسرار المجرات واسرار القوانين الفيزيائيه والكيميائيه والاحيائيه والبيولوجيا و وإلى و اخره ما اهمية كل ذلك؟ يمكن لنا ان نكتفي فقط بان نعلم ابناءنا الاخلاقيات الانسانيه الصدق، المروءه، الامانه الى اخره من امور ونكتفي بذلك، لسنا بحاجه الى مزيد من التعلم او مزيد من الادراك لمثل اسرار الكون، لما نجد انفسنا ونصرف كل هذه الاموال ونتعب ويصير ايضا مطاحنات ومطارحات علميه، انتم شوفهم حتى احيانا يعني يتعاركون اصلا فيما بينهم في في مناظراتهم او في الدوريات العلميه التي تنشر هنا وهناك. كل هذا الاجهاد وكل هذه المصاريف وكل هذا الاعياء وكل هذا التعب لماذا فلنحدد ما الذي نصرف عليه في العلم والتعلم ونكتفي فقط بهذه الامور التي هي تلمس واقعنا المعاصر وحياتنا بشكل مباشر ونكتفي بذلك خلص لسنا بحاجه الى البحث ما ماذا يفيدنا الان ان نعرف مثلا كم قمرا يدور حول زحل مثلا وما هي خصائصها وليش لازم نبعث مجسات فضائيه تروح إلى هناك وتكلف المليار المليارات من الأموال وتروح بس حتى تلتقط لنا كم صورة وتحسب لنا ما أدري التربة هناك شنو عناصرها وما أدري الغلاف الجوي مالها شلون وش ومقدار ساعات دورانها وما أدري كذا ش هذا شنو يغير من واقعنا المعاصر هذا شي يفيدنا هذا نقدر نشكل هذا بهذا الإشكال على هؤلاء تجدهم يتضاحكون لو أحد قام في وسط منتدى علمي أكاديمي غربي في الجامعات الغربية وأشكل هذا الاشكال، <applause> وقال أي فائدة من وراء كل هذا؟ لمن نجد أنفسنا؟ وبالفعل هناك من يشكل على هذا الأمر مثلا يقول هذه ولكن فضائية المريخ أي... ولكنه وراء <applause> واضح أنه وراء لا يقبله العقلاء لا يقبله المتعلمون ولا المثقفون يقولون إن المعرفة واكتشاف الذات واكتشاف أسرار الوجود اسرار هذا الكون ليس وراءه لذه اعظم من هذه ان هذا الامر امر مطلوب زياده المعرفه توسع المعارف هو ما يحقق قيمه الانسان فبالله عليك ان نكتشف صخورا تدور بالفضاء <applause> نكتشفها هو شنو الكواكب؟ صخور او غازات مو الشكل؟ نكتشف دقائقها وتفاصيلها ونصرف ونجهد انفسنا من اجل اكتشافها يعني نقول هذا يحقق انسان يحقق كرامتنا الانسانيه. يحقق قيمتنا كانسان ككائن حي عاقل. هذا الامر يسوى وان نبحث عن الاله الذي هو خالق كل هذه الموجودات هذا امر ما يسوى؟ هذا امر لا يستاهل يعني؟ حتى يقال ماذا يهمنا ولماذا نبحث عن الاله ويكفينا فقط ان نتخلق بالاخلاق الفضلى ونستغني عن الاله، طيب تخلقوا بالاخلاق الفضلى واستغنوا عن وكاله ناسا للفضاء، ايش هذا مو كلام هذا اصلا هراء هذا غباء الإنسان بحاجة إلى تقد... إلى أن يتقدم في معارفه في إدراكاته في علومه والعلم الإلهي أشرف العلوم لأنه يتحدث عن مبدأ الإيجاد ما الذي أوجدنا هاي نقطة البداية من أين هذا واضح أنه أمر مهم ومطلوب هذا ناهيك كما قلنا عن الآثار الأخرى للاعتقاد بالله عز وجل الآثار تسعد البشر، تصلح احوالهم، تقوم مناهجهم. الان مثلا في المثال الذي انت ذكرته تقول ان هنالك مثلا بعض الغربيين مليارديريه وغيرهم يعني يتخلقون باخلاق جيده ويتبرعون ايضا للمنظمات الانسانيه إيه؟ يعني يتبرعون للمنظمات الانسانيه وما ادري كذا والى اخره وهم ملحدين. نعم صحيح لكن هؤلاء انفسهم تجدهم مثلا يبيحون الشذوذ ولا يرون فيه امرا منكرا يعني الشذوذ مثلا عند هؤلاء امر يعني اخلاقي ليس امرا معيبا ما هو السبب؟ لانه ليس لديه الاعتقاد الديني لو كان لديه الاعتقاد الديني لقوم هذا الفكر عنده قوم افكاره إباحة الشذوذ هي في واقعها حسب نظرنا نحن يعني كمتدينين أو كمعتقدين بالإله تبارك وتعالى هو نوع انحطاط في الممارسات البشرية انحطاط إلى مستوى الحيوانات والعجيب أنه بعض العقول معكوسة أنا أتذكر أنه شاهدت ذات مرة مناظرة بين أحد من العلماء الامريكان الملحدين وبين شخص اخر كان يناظره من المسلمين وتطرق النقاش الى مساله الشذوذ فكان ذلك العالم الامريكي يقول ما مضمونه يعني يريد ان يستدل على اخلاقيه او على سلامة الممارسه الشاذه، الممارسه الجنسيه الشاذه باي شيء يستدل يعني حقيقه اضحكني باستدلاله هذا لما شاهدت يعني هذه المناظره هي مناظره باللغه الانجليزيه كانت يقول لما انتم يعني اتباع الاديان تعارضون الشذوذ الجنسي والحال انه في الكائنات الحيه في الحيوانات هذا امر شائع بنسبه كذا حسب الدراسات يعني كل كائن حي يعني يمارس العملية الجنسية الصحيحة التي تولد التكاثر وهنالك نسبة منهم ما أدري قال 30-40% ما أتذكر قد قال ذولا يمارسون ماذا الشذوذ مما يكشف عن أنه هذا أمر أصلا فطري في الكائنات الحية وإحنا أيضا من قبيل الحيوانات إحنا متطورين أيضا عن الحيوانات إحنا البشر فلماذا يعني نحرم ذلك ولا نبيحه نبيحه لماذا يعني نستكرهه أنا حقيقة تأملت في الأمر وتعجبت من هذا المنطق يعني أنت بروفيسور أو دكتور بدلا من أن تجعل المقياس للبشر هو ما يرقيهم جعلت المقياس الذي تقيس عليه هو حال الحيوانات الذين التي هي أدنى منا ولكن شيخنا ليس حالنا الآن كحال الحيوانات التي أدنى منا من ناحية الغراز الأخرى الأكل الشرب النوم ولكن أيوة الحيوانات مثلا في الغرائز تلك تختلف عنا، لا نجعلها هي مقياسا. من الحيوانات ما ياكل بعضه بعضا. يعني القطه تجوع تاكل اولادها مثلا. حتى بعض الصقور والاسود الصقور والاسود الى اخره، على سبيل المثال. فنحن نجعل ذلك مقياسا فنقول ما دام في الكائنات الحيه في الحيوانات غريزه الاكل وهي تشابه الغريزه التي عندنا في الاكل وما دامت بعض الحيوانات تاكل اولادها فنحن ايضا لا معابه علينا فيما لو اكلنا اولادنا ونسمح للام مثلا اذا جاعت ان تاتي بطفل رضيع لها وتطبخه مثلا وتاكله هذا انحطاط بمعنى الكلمه احنا بشر عندنا رقي يفترض ان نهذب غرائزنا كذلك فكما عندنا غريزة الأكل والشرب هذه عندنا الغريزة الجنسية علينا ألا ننحط إلى مستوى الحيوانات التي تمارس الشذوذ فنقول لأنها تمارس الشذوذ لا مشكلة في أن نمارس نحن الشذوذ شنو هذا المنطق؟ يعني شنو هذا الغباء؟ يفترض أن هذا الأكاديمي يكون أكاديمياً متحضراً في إنسانيته في رقيه الإنساني لكن شوف سبحان الله تنعكس المعادلة ويصبح بدلا من أن يكون الطريق الأكاديمي موصلا لنا نحو مزيد من الارتقاء يوصلنا إلى مزيد من الانحطاط في هذه الحالة. هذا علته ما هي؟ أنه ملحد. هذا جواب على سؤالك أنه ماذا يفيدنا أن نعتقد بالإله تبارك وتعالى يكفي أنه نعتمد على العلوم التجريبية وعلى القيم الإنسانية التي اتفقنا عليها الآن وهذا يكفينا لبناء يعني حياة فضلة وحياة سعيدة مثلا أو ذات قيم أخلاقية جيدة لا أقول هذا ناقص في كل الأحوال ناقص ما دمت لا تعتقد بالإله عز وجل يبقى هنالك خلل في تفكيرك يبقى هنالك خلل كما في هذا المثال الذي ذكرته عن الشذوذ وأمثلة كثيرة أخرى الآن بالله عليك أي عدالة أو أي أخلاقية في أنه يصبح حاكم من الحكام في العالم يحكم كل العالم بطريقة ما يعني يستطيع أن يتدخل في كل الدول طائراته تقصف أي دولة كانت جنوده يسرحون ويمرحون في يجوبون العالم يتدخلون في اي مكان يفرض هو بالنتيجه قوانينه على العالم وهو حاكم البيت الابيض. يعني هذا الحاكم يؤثر علي وعليك وان كنا نحن نعيش في غير بلاده اينما كنا تستطيع القوات الامريكيه ان تتدخل وتستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تهيمن وان تغير في قوانيننا في افعالنا في تصرفاتنا هو بالنتيجه حاكمنا الاعلى نستطيع ان نعبر هكذا هذا حاكم البيت الابيض. اي عدل في ان هذا الحاكم الذي يؤثر علي بشكل مباشر او بشكل غير مباشر انزين، هذا الحاكم انا لم اختره وانما اختاره فئة من البشر فقط وهي التي تقطن الولايات المتحدة الأمريكية، هذا هذا من العدل؟ هذا أمر أخلاقي على المستوى الإنساني؟ الأخلاقية تقول انه يفترض انني انا ايضا أصوت في تلك الانتخابات، لأنه هذا لم يعد حاكما فقط على مستوى الولايات المتحدة الامريكية، هذا حاكم العالم الآن، هو يؤثر في كل العالم، أين الأخلاقية هنا؟ أين الأخلاقية؟ حتى على المبادئ الديمقراطية القائمة ما دام ذلك الحاكم يتحكم بي بنحو أو بآخر زين في وضعي الاجتماعي في وضعي السياسي وإن كنت في أقاصي الدنيا فإذا بد أن يكون لي صوت أنه أقبل به أو لا أقبل لم لا يشركون الآن لم لا تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في كل بقاع العالم باعتبار أنه هذا شرطي العالم هذا, هذا الحاكم الأعلى أي دولة الآن يقبل فيها ان يكون الحاكم منتخبا فقط من النخبه يعني جنوب افريقيا قامت عليها الضجه العالميه لماذا؟ لانه فقط البيض النخبه هم من ينتخبون الحاكم نظام الفصل العنصري، صحيح؟ هو الان في الواقع العالم الان نظام فصل عنصري فقط الأمريكان شعب الله المختار يعني عرفتوا شلون صاروا هم من ينتخبون نخبة العالم هم ينتخبون حاكم وهذا الحاكم وين يدز طائراته وجيوشه يدخل بلادنا ويغير كما يشاء ويسقط نظاما ويقيم نظاما كيف يعني خلص براحته ما حد يقدر يقول له لا أين العدل في ذلك هو في واقع الحال أنت سويت مثل جنوب أفريقيا لذلك حتى المجتمع الإنساني كله بحاجة إلى إعادة صياغة لكل أخلاقياته وأفكاره يعني ما قد يبدو أخلاقيا الآن لدى المجتمعات المتحضرة هو في واقعه ليس أخلاقيا إذا تأملنا أكثر وهذا يحتاج إلى مزيد من الإنضاج يعني مثلا الآن الانفلات الجنسي الموجود أو الإباحي الموجود عند الغرب إذا ما قارنته الوضع الحالي إحنا الآن بعد الألفين صحيح قارن الوضع الآن بالوضع الذي كان في السبعينيات في الوضع في السبعينيات كان الانفلات اكبر الان بداوا يضعون ماذا يضعون قوانين تقيد ليس مسموحا كثير من الممارسات الان الجنسيه والمظاهر الجنسيه والاباحيه بدات تضيق في مجتمعات الغرب حملات حكوميه للتوعيه حتى في مساله العفه وتشجيع الزواج, تشجيع زواج الزواج بدلا من ممارسه الـ يعني الـ الجنس العلاقة الجنسية قبل الزواج حكومات الحكومة البريطانية تصرف ميزانية على هذا الأمر وتقلل من ضرائب أيضا على المتزوجين نعم بالضبط وتشجع يعني تشجع على الزواج تشجع على بناء الأسرة قيم الأسرة تشجع على العفة هنالك منظمات الآن فتياتية يعني للفتيات تشكلت بدعم حكومي وتصرف لها ميزانيات طائلة وتملأ الشوارع بالإعلانات وبالجرائد منظمة عفيفات ونفتخر بذلك مثلا فيرجنز اند وي براود وذ ات فشي هالشكل عرفت شلون؟ نحن عفيفات ونفتخر بذلك يشجعنا على انه بحملات التوعيه على انه تبقى العفه عرفت شلون؟ هذا شنو سببه؟ لماذا الان بدأوا يضعون مثل هذه القوانين ومثل هذه القيود؟ لانهم فجاه اكتشفوا انه ما كان في الستينيات والسبعينيات كان عباره عن انفلات من القيم الاخلاقيه انفلات بمعنى الكلمه، كانت جشعا غريزيا، شهويا، حيوانيا وانه هذا لا يليق بنا كبشر دمرنا هذا الامر. كذلك في النظام الراسمالي، الان النظام الراسمالي في لديه ازمه كبيره خاصه بعد الهزات الاقتصاديه التي اصابت العالم في السنين الاخيره، لذلك بداوا يتحولون المزاوجة بين النظام الاقتصادي الرأسمالي ونظام الاقتصاد الاجتماعي الذي هو في واقع الحال نظام إسلامي وأنا قبل فترة قبل سنتين لعله أو أكثر وجدت أنه حتى في فرنسا التي تعتبر من أكثر الدول الأوروبية يعني حساسية تجاه الإسلام والمسلمين إلى حد أنه منعوا الحجاب حتى في يعني الأماكن العامة وكذا لكن هذه الدولة تخيل بدأت تعتمد نموذجا اقتصاديا قريبا من نظام الشريعة الإسلامية الاقتصادي. وقام هنالك مؤتمر كبير برعاية الحكومة الفرنسية أنه تعمم تجربة يسموه الشريعة الاقتصاد الإسلامي اللي يسموه الشريعة هم نظام الشريعة على كل البنوك الفرنسية حتى التي لا تتعامل بهذا النظام أوصتها الحكومة الفرنسية بأن تتعامل بهذا النظام حتى يحمل اقتصاد الاقتصاد الفرنسي اكثر يصبح اكثر متانه ويتجاوز العقبات هذا دليل ماذا على انه البشر بالنتيجه صالوا ام جالوا ذهبوا يمينا او يسارا شمالا او جنوبا فانهم لا ملجا اليهم الا الخطه الموجد الخالق هذا الذي يحفظ الانسان، هذا الذي يحقق وجوده وكرامته وقيمته ويرسم له طريق التوازن سواء في الدنيا او في الاخره. لذلك مهما تطور الانسان تكنولوجيا في العلوم التجريبيه في قيمه التي اخذها من الاحتكاك الانساني كون مبادئ حقوق الانسان، وثيقه حقوق الانسان، حقوق الحيوان، حقوق النبات، حقوق الجماد ايا كان إن زين مع كل هذا التطور تبقى في قراره كل انسان حاجه ملحه للعوده الى الدين للاعتقاد بالاله وبغير ذلك يبقى هنالك نقص وعجز. طيب شيخنا إن قلت بأنه الاعتقاد بالله أو ما يستلزم الاعتقاد بالله هو أن يكون الإنسان قويما بسلوكه وأخلاقه هناك الكثير من الملحدين يعترضون على هذا الأمر مثلا يقول الملحد المعروف العالم البيولوجي ريتشارد داوكنز الذي هو صاحب عدة كتب منها هذيان إله وكتاب كذبة الخلقة الاستعراض الأكبر في الأرض أقبح ما يوجد في الدين هو أن يجعل المتدين خلوق لأنه يخاف عقوبة الله أنت تتعامل بطيبة لأنك تعتقد بأنك مهدد أو لأنك تتأمل أجر في السماء ويسترسل داوكنز بالقول أنا أكن أكبر الاحترام للإنسان الذي يكون خيرا لأنه في قرارة نفسه يعلم بأن هذا هو الصحيح السؤال الذي يطرح هل الانسان بحاجه الى الاعتقاد بالله عز وجل من ان يكون من اجل ان يكون قويما؟ سنجيب على هذا السؤال شيخنا نجلي ان شاء الله في الحلقه القادمه وصلنا الى نهايه الحلقه للاسف الشديد. لا بس. نشكركم جزيل الشكر شيخنا جليل على هذه الاجابات الرائعه ونشكر كذلك الساده المشاهدين الكرام على حسن المتابعه وان شاء الله نامل اللقاء بكم في حلقه مقبله ان شاء الله من برنامج هواجس فكريه، استودعكم الله من هنا من ارض فدك الصغرى، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله.